رمضان أقمما منة المنان قد جاء يحمل منحة الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية على قلة ألفاظها فإنها تضمنت معاني جليلة وحقائق عالية تستحق أن يتوقف المسلم عندها مليا. من ذلك أن العبادة قدمت فيها على الاستعانة، فأنت تعبد الله تعالى أولا ثم تستعين به، تخلص له بالعبادة. إياك أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أيضا لا نستعين إلا بك. فهذان أيضا هذان الفعلان نعبد ونستعين جاءا بصيغة الجمع، وهذا ينبه المسلم أن لا يكون أنانيا بل يكون اجتماعيا يشعر بإخوانه، فالمسلمون جسد واحد. حتى في الدعاء يدعو المسلم لإخوانه ويشركهم في دعائه فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أيضا ورد في بداية الحديث عن الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها تمجيد وتعظيم لله عز وجل، وهي سورة الفاتحة، نصفها تمجيد وتعظيم لله عز وجل، ونصفها دعاء واستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يخلص في عبادته لله تعالى ويخلص أيضا في استعانته بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام معلما ابن عمه عبد الله بن عباس، يقول: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. فالاستعانة ينبغي ألا تكون إلا بالله تعالى فيما لا يقدر عليه سواه. فعلى المسلم أن يتأمل هذه الآيات ويتدبرها، وخصوصا في صلاته، حتى يكون من الخاشعين. والحمد لله رب العالمين. ها قد أتى رمضان بهلاله